نسرية سامحني، قول للسفينة سامحني، أنا خلاص ما بقاش ليا حد غيركم، الدنيا جت عليا قوي. خلاص بقى يا عم، الراجل مش حملك هيموت في ايدك. الله يا صاحبي، مش كده، ما ينفعش. خلاص بقى، الراجل خد كفايته وزياده، اخدان الحق لاصول، مش كده؟ ملوش لازمه الكلام ده كله. ولا الله، منارة سفينة. الله يا سرية، ما تستنى يا عم. يا عم ما تكبر لنا بقى، في ايه؟ سرية ما بقاش بيكبر لحد يا مصطفى، ولا بيكبر حد. سرية بيكبر الكبير بأدبه، ويكبر للأصيل بس. كلام خايب وشغل عيال. اصلا انا مش عايز اتكلم معاك، لولا مصطفى هو اللي عايز يفتح الحوارات. امشي لو عايز، ظهر الارض بقتش تساعد احنا الاثنين. الكلام مات، وحساب العشره والعيش والملح دفعته ثمن سكاتي عليك. انا الحرام ولا تقدر تعمل حاجه غير السكات، والرخيص هو اللي بيبيع صاحبه عشان واحده. الرخيص هو اللي بيغفل صاحبه ويخونه، الرخيص هو اللي يعيش سنين عمره مخبي وش الوسخ. عليا الحرام، لولا ريحه عطيه فيك كنت قتلتك، كنت جبت اخر عمرك يا سفينه. يا ريتك عملتها غدر يا سريه، عشان تعيش طول عمرك كشف الحته الوسخه اللي جواك، خلي الناس تعرف انك كنت كذاب. لا انت صاحب ولا بتفهم في الصحوبيه ولا تعرف معناها، فاكرها كلمه في اغنيه ولا مهرجان. عشان انت لو بتحس ولا بتفهم، كنت عرفتها لوحدك. إن السفينة اللي عاش طول عمره بيعرف يحمي ظهرك، بيضربكش في ظهرك. خلاص بقى، ما تصلي على النبي يا رجالة، في إيه؟ الله، خلاص يا عم أنت وهو. إيه يا عم، في إيه؟ شيطان ودخل بينكم ونجح بنسبة 90%. ما تقدر اللي شافه صاحبك يا عم. الخطة متأسكة والشيلة كانت تقيلة عليه. وأنت سرية، ما ينفعش تقفلها مع صاحبك على إنه خايف. وما ينفعش ترجع للبيت تاني، خلاص بعد الفضيحة اللي حصل، فهمنا دي. أنا عارف إن قلبك موجوع والدنيا خربانة من جوه، بس لو كل واحد فيكم هيروح في طريق، لازم تاخدوا حقكم الأول. أنتوا لكم طار واحد وحق واحد ودم واحد، يبقى نحط إيدينا في إيدين بعض وهي ضربة مرزبة واحدة، وكل واحد بعد كده يروح في 60 داهية زي ما هو عايز. وكلام ميزان وحكم، خلص الكلام.